بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نكمل موضوعنا بخصوص القطاعات اللي هو السكشنال فيوز. كنا احنا شرحنا أنواع القطاعات وأهميتها واستخداماتها، وشرحنا بعض الأمثلة البسيطة على القطاعات. فنستكمل توضيح الموضوع ده بمثال يعني أكبر شوية، زي اللي بيجوا في الإيه في الامتحانات. ان شاء الله نروح على طول على الرسم بتاعنا، نشوف المطلوب. يعني هو هنا بيقول لي for the given two views shown in figure it is required to draw the following. مديني المسقطين ده، هما اللي قدامي، مسقط رأسي او elevation او front view، ومسقط افقي اللي هو top view او البلان. وبيقول لي طب انت عايز ايه؟ بيقول لي complete sectional elevation view at A B C D. ده عايز يقطع الجسم بتاعي على المستوى A B C D. اوكي، اللي هو يقطع ده ويجي واحول. يعني انا اقطع هنا، قلنا خط القطاع طبعا بيبقى ظاهر في المسقط، اللي مش اللي انا هقطعه ده عشان يوضح لي انا هقطع فين، عشان لما اجي استنتج الايه السكشنال elevation. اوكي، المطلوب الثاني كومبليت رايت سايد فيو، تمام، اللي هو او ان ارو ار دايركشن. يعني يا اما يديني، انا هكذا متعمد ان انا اكتب الاثنين، لان ده وقت يقول لك رايت سايد فيو خلاص مش هعمل لك سهم، وانت خلاص انت عارف ان انت هتبص من اليمين فترسم على الشمال. يعني انا حتى حاطط المساحه اللي انا هرسم فيها السايد فيو موجوده على الايه؟ على الشمال. او يقول لك في اتجاه السهم ار، وما هو حاطط لك سهم مثلا في الاتجاه ده في الاتجاه ده، يبقى انت ملزم ان انت هتبص في اتجاه السهم. فايه؟ فانا بصيت السهم من الجهه دي، يبقى هرسم برضك ايه في الجانب ده. المطلوب الثالث اللي هو كومبليت بلان فيو. احنا ده قلنا من ميزات اللي هي الامثله او وجود القطاعات في الامتحانات، ان بيجي لك مثلا حاجه زي دي، ان انت مجرد ان انت بتنقل المسقط دوت بتاخد عليه درجه. اوكي، في عامل لي حتى هنا كمان كي. الكي ده هو عباره عن الدوائر، الثلاث دوائر اللي موجودين قدامنا. لو جينا نبص للدايره، طبعا هم الثلاث دوائر كل دايره بتمثل لي مسقط. الدايره الاولانيه ديت اللي هي الاليفيجن، التوب فيو والسايد فيو. طبعا هو محدد لي اماكن المساقط والقطاعات بالنسبه لبعضها، فما ينفعش ترسم لي السايد فيو في الاتجاه ده، حتى لو انا ايه ما ادتلكش لا السهم ار ولا قلت لك رايت سايد فيو، قلت لك كومبليت سايد فيو وخلاص. يبقى انت لازم تلتزم بالايه؟ بالاوضاع بتاع المساقط بالنسبه لبعضها. ولو جينا نشوف الدايره بتاع السايد فيو والدايره بتاع التوب فيو، الاثنين فاضيين خالص، معناهم ان هم مساقط. الثالثه اللي هي بتاع الاليفيجن دي اللي فيها خطوط عامله زي خطوط التهشير، يبقى ده هو الايه؟ القطاع اللي هيبقى فيه القطاع اللي عندنا. طيب انا عشان ابسط الدنيا، انا هبدا الاول باستنتاج المسقط الثالث ده، خلاص احنا اظن فاميليار بيه، فيبقى سريع ان شاء الله. وبعد كده نبص على الايه؟ على شكل القطاع اللي ايه؟ اللي عندنا. اوكي، اول حاجه هاجي اشوفها وانا بستنتج المسقط في اتجاه السهم ار او الرايت سايد فيو بتاعي، هشوف الخط ده. احنا قلنا بنمشي خطوط راسيه بالنسبه للسايد، لو انا هستنتج سايد، ولو هستنتج توب يبقى همشي خطوط ايه؟ خطوط افقيه. فانا اول خط قابلني اللي هو الخط ده اهوت. الخط ده لما هبص عليه اللي هو ارتفاعه 10، اللي قصاده طبعا عرض الجسم كله اللي هو 75، يعني هيعمل لي كاني بجيب خط او مستطيل بتاعه هيبقى بالشكل ايه؟ بالشكل اللي عندي ده اهوت كده. اللي هو ارتفاع 10 مع ايه في عرض الخمسة وايه الخمسة وسبعين، وطبعا واضح لانه اول حاجة انا ايه انا شفتها. بعد كده الخط اللي هيقابلني اللي هو الخط ده، ايه ده؟ طب الخط ده قصادي لو انا نزلت تحت، ايه ده قصاد النص الدايرة دهيت. طب ما هو كده كأنه عامل زي نص اسطوانة، فبالتالي مسقطه هيبقى عبارة عن ايه؟ مستطيل. كأنك عامل ايدك عاملها كيرف كده او نص اسطوانة وبتبص لها من ظهر ايدك. فبالتالي طب ما هو عشان احدد المكان بتاع المستطيل ده الاول لازم احدد السنتر بتاع الاسطوانة. فقال لي ان السنتر بتاع الاسطوانات اللي عندي دهيت من الطرف ده هو على بعد كام؟ 16. فهاجم الكورنر هنا وعلى بعد 16 وارسم سنتر لاين اهو.
هذا السنتر لاين بتاعنا، خليه اخف شويه ونخليه بالاسمر عشان يبقى مختلف. تمام، هذا السنتر لاين اللي عندنا، وليكن هيبقى في المنطقه بالشكل ده. تمام، اوكي. طيب بعد كده ده سنتر لاين، يبقى لازم نقطعه نخليه سنتر لاين. تعال نخليه سنتر لاين، يبقى انا هنا اهو كده اهو. اوكي، عملناها خط سنتر لاين. بعد كده ايه اللي عندي؟ ما انت قلت الحته ديت، الخط ده مع نص الدايره ده هيبقى مستطيل. خلاص نرسمه مستطيل. اهو، وطبعا هيبقى المستطيل بتاعنا ده مستطيل واضح. بالشكل ده كده. اوكي، طب بعد كده يا بني الخط الهيدن ده، ده قصد بردك نص الدايره دهيت اللي يعتبر نص اسطوانه، والمفروض ان ايه ده كان الاولاني لازم يكون حاجه مصمطه عشان ده يبقى فراغ جواه، لان ده ظاهر لهيدن، يبقى لازم ده هيكون فراغ جواه. فانا هاجي ده القطر بتاع الاسطوانه ده او نص القطر هو 6، يبقى حوالين السنتر لاين بتاعي يمين وشمال هاخد 6 اهو، وانزل ب هذا الستة اللي عندنا اهي، 6 يمين و6 شمال. اوكي، وانزل بيها للمستوى بتاعها. اوكي، طيب ما ده بردك وانا ببص من الجهه دي، ما انا رسمته قبل المستطيل الكبير اللي هنا ده، فبالتالي مش هشوفه، يبقى ده هيبقى ايه؟ هيد لاين. طب انا هكمل وبعد كده ابقى اعمل الهيد لاين في المنطقه دي كلها مره واحده عشان التقطيع يعني. طيب ما هي الدايره الصغيره دهيت اللي هي كانت ظاهره لي كانها المستطيل اللي هو بتاع الخطين الهيدن دول، وزيهم الدايره الثانيه الخطين الهيدن دول، ولما هبص من الجانب الاثنين ورا بعض فهيجي لي مستطيل صغير اهو بالشكل ده هنا كده. اوكي، طيب يبقى الجزئين دول انا خلصتهم، فاعمل لهم الايه؟ ان هما طبعا ظاهرين قدامي هيد لاين اهو. يبقى كده انا عملت كل الجزء ده من لغايه هنا. تمام، باقي عندي اللي هما الدايرتين دول. لو جينا نشوف الدايرتين دول يا شباب هنلاقيهم عباره عن مستطيل اهو، الخط الهيدن ده والخط الهيدن ده، وجزء كده جاي من فوق كانه عامل زي مخروط يعني، ده كانها جزء مخروط دهوت. حتى عامل لي الدبس بتاعه 1.6 في 45 درجة، يعني ده هو العمق، المسافة الرأسية ديت ما بين الخط الصوليد والخط الهيدن ده هما الأفقيين، المسافة ديت 1.6، والخط الميل ده هو على زاوية كام؟ والخط الميل ده على زاوية كام؟ 45 درجة. ده بيعمله ليه يا شباب؟ عشان لو أنا عملت القطر نفسه اللي هو بنفس قطر الأسطوانة الداخلية اللي هو 17، أوكي؟ وجيت اركب مسمار فيها، يبقى لو المسمار قطره 17 طبعا بصعوبه جدا ان انت تدخل الاثنين في بعض. ليه؟ لان الاقطار نفس الاقطار. تمام، فبيعمل الجزء المخروط الصغير اللي فوق ده هو كدليل ان انا مجرد ان حتى وانا مغمض العامل يجي يجمع الاجزاء مع بعضها يحطه كده خلاص بالسنتر، السنتر لاين بتاع المسمار مع السنتر لاين بتاع الهول، وينزل مباشره ما يتعبش العامل في عمليه الايه؟ التجميع، فبالتالي بيقلل لي وقت الايه؟ التجميع. فطبعا هو ظاهر لي هنا دوائر، فيظهر بنفس الشكل، وظهر لي هنا مستطيل والخطين اللي هم عاملين عملوا لي كانه شبه منحرف كده، فيظهر بنفس الشكل زي ما ظهر في الايه؟ في الفرونت فيو، يعني هيظهر لي هنا كانه مستطيل، يا
يعني حتى اخده بلون تاني اهو، يظهر كأنه مستطيل اهو، انزل 1.6 واخد المستطيل بتاعي بالشكل ده كده اهو اوكي. واجي على الجزئيه اللي فوق، يعني انا هكبر الجزء ده عشان يبقى ظاهر قدامي، اجي على الجزئيه اللي فوق ده هيت، هيبقى خط على زاويه 45 من هنا كده، وخط على زاويه 45 من هنا كده، يعني كأني نقلت نفس الشكل. وبعد كده اشطب، ما احنا قايلين ايه؟ احنا عايزين نعمل ده هيبقى هيدن على اساس ان في حاجات مرسومه قبله، فبالتالي هاجي اعمل الايه؟ نرجع تاني بقى. يبقى انا كده خلصت كل الجزئيه دي، كل الجزئيه اللي عندي دهيت، او كل الخطوط اللي هي من اول الخط ده لما لغايه الخط ده، كل المنطقه ديت انا خلصتها بالاجزاء اللي انا رسمتها هنا. بقى عندي الجزئيه، الخط اللي قابلني بعد كده ده، احنا ماشيين خطوط راسيه زي ما احنا بنقول، الخط اللي قابلني بعد كده اللي هو الخط الراسي ده، ايه ده؟ ده قصاد الدايره الكبيره دي، واللي بعده الخط الهيدن ده قصاد الدايره اللي بعدها اللي في النص، واللي بعده الخط الهيدن ده قصاد ده، مجموعه اسطوانات جوه بعضها، اسطوانه كبيره ومفرغه من الداخل بمجموعه اسطوانات، يبقى هتتنقل زي ما هي مجموعه من المستطيلات. طيب السنتر بتاعها على بعد قد ايه؟ ده على بعد الراديوس، اه ده هنا كان الفايب 40، يبقى انا هاجي من الكورنر ده اهو اوكي، واخد خط، الخط ده هو كام؟ ب 20، على بعد 20 من الكورنر، اوكي اهو على بعد 20 من الكورنر، والخط ده هو طبعا هيبقى ايه؟ عباره عن سنتر لاين، خلاص هنقسمه كانه سنتر لاين. اوكي طب وبعد كده ما احنا بنقول هتبقى مجموعه من الاسطوانات، طب هو انا رسمت هنا حاجه قبل كده؟ لا، مجموعه من المستطيلات، ما رسمتش هنا حاجه قبل كده، يبقى اللي انا هرسمه اهوت، اخدها مثلا بلون ثالث خالص اهو، الجزء ده هيبقى عباره عن مستطيل بالشكل ده اللي هو بيمثل لي الاسطوانه ايه؟ الكبيره. اوكي طيب ما جواها مستطيل تاني اللي هو بيمثل لي الاسطوانه التانيه اهو، اوكي، وتحتها مستطيل صغير اللي هو بيمثل لي الاسطوانه او الدايره الصغيره اهي. وطبعا دول كلهم المفروض ان هم ايه؟ ان هم هيدن لاين اللي هم الداخلي يعني. اوكي يبقى انا كده خلصت الجزء ده هو كمان. طيب يبقى لسه ايه عندك؟ لسه عندي الجزء اللي ورا ده اهوت، وده عامل زي ايه؟ متوازي مستطيلات وبس، واخد كيرفيتشر من الكورنر بتاعه اللي هنا، تمام؟ فبالتالي اللي هو ارتفاعه نفس الارتفاع بتاع العصب، لانه هو في النهايه ده عباره زي ما يكون عصب اللي هو ال 37 زائد ال 7 عشان الراديوس ده المسافه الراسيه اللي هنا ماشي، والسكنس بتاعه اللي هو ال 7 مللي، فيبقى حوالين الايه الجزء اللي عندنا ده، يعني انا هرسمه حتى بلون مختلف بردك خالص اهوت عشان يبقى واضح معانا، اخد
وات 7 مللي يعني 3 ونص و3 ونص، او على حسب الابعاد اللي لو متعدله ولا حاجه اهوت، يبقى بالشكل اللي عندي ده. وطبعا مش واصل للاخر عشان بس الايه المسافه الارتفاع بتاعه. طب انت شايفه؟ لا ما انا مش شايفه برضه، فيبقى المفروض ان هو هيدن. يبقى دهيت الخطوط اللي عندي دهيت هتبقى هيدن. باقي بس اللي هو الثقب اللي هنا، الدايره اللي هنا. طب ما هي كانت مستطيلة دايره في الفرنت وهنا مستطيل، يبقى تظهر لي مستطيل برضك فين؟ في الاليفيجن في السايد فيو. بالتالي احدد السنتر لاين بتاعها اهوت الاول. وليكن السنتر لاين هنا، ونعمله بس سنتر لاين حتى لو ايه شرطتين صغيرين كده. اوكي، والدايره ديت احنا بنقول مستطيل، يعني هيجي لي خط هنا اهو كده، حتى نعملها بقى بنفس اللون تاني، خط هنا كده اهو. وخط هنا كده. وطبعا الخطوط ديت المفروض ان هي تبقى ايه هيد لاين، فتقطعها بس بالايه يعني نقطعها بس كده نخليها ايه جزئي، ويبقى ده هو المسقط بتاعي كامل. طبعا لسه ايه ان انا اشيل الزياده بقى اللي هنا. اللي هي الحدود بتاع الايه المستطيل اللي انا كنت حاطه للرسم. ويبقى ده المسقط بتاعي كامل بالنسبه للجسم اللي قدامي. تعال نعمل القطاع بقى، والقطاع طبعا هنا ده سهل جدا يعني. خط القطع قلنا القطاع يبقى تمشي مع خط القطع، انا ماشي مع خط القطع. اول خط قطعته ده الخط الافقي الراس اللي هنا ده اللي قصاده الخط الراس ده، يبقى الخط ده موجود. قطعت بعد كده هنا كده تمام؟ اوكي، اللي هو في نص الدايره اللي هنا اللي هو الخط ده هوت، يبقى موجوده. قطعت في الجزء ده هوت اللي هو اللي جوه ده كله، ايه ده مش ده كان مسقطه هو المستطيل الهيدن ده؟ يبقى المستطيل الهيدن ده هوت يبقى موجود حاليا. المستطيل الهيدن ده كده ده يبقى موجود تمام. قطعت في الدايرتين الصغيرين ده كانوا هيدن هنا، يبقى المستطيل بتاعهم اهو المستطيل ده كده والمستطيل ده موجودين. طب وهو مش دي تقوب؟ ينفع يكون في خط في نصها؟ قال لي لا ما ينفعش، يبقى خلاص الخط اللي في النص ده اهوت لا ده امسحه. الخط اللي في النص هنا ده كده امسحه. ايه ده؟ ما هو ده فراغ يعني هيكون حواليه معدن، يعني هنا هيبقى حواليه كله معدن. يبقى الخط حتى اللي في النص ما بين الاتنين ده، لان هيكون حواليهم معدن، يبقى نمسحه. ايه ده؟ مش ده فراغ كمان؟ وده هيكون حواليه ماده، واللي تحت هنا هيكون فيه ماده عشان القعده بتاع اللي عندنا. يعني هتمسح الخط هون الخط ده. اوكي؟ وهمسح كمان الحته دي بتاع خط الابعاد. بس للتوضيح يعني عشان حاجة معينة اقولها لكم. اوكي، طب بعد كده ما انت قطعت في الدايرتين اللي هنا، اللي احنا قلنا عليهم ده كأن حتة مخروط من فوق، وبعد كده الاسطوانة الثقب الاسطواني. طب ما هو ده هو هيبقى زي مستطيل اللي هو الجزء اللي عندنا اللي تحت اهو. اوكي ماشي، واللي فوق نكبره شوية برضك عشان نشوفها. اللي فوق ده هيبقى عبارة عن خط، الحتة اللي هو الخط اللي مايل بزاوية 45 اهو هنا، واللي مايل بزاوية 45 هنا اهو تمام. طب ما هو برضك دي عبارة عن فراغ، فبالتالي
يبقى الخط ده مش موجود، هو فراغ لازم حواليه معدن، وده كان فراغ ولازم حواليه معدن او ماتيريال، يبقى الخط اللي بين الاتنين دول برضك مش ايه، مش موجود. احنا ماشيين خطوه خطوه يعني، ماشي. وهمسح الحته بتاع الابعاد اللي هنا بس عشان هدف معين حال. اوكي، طيب ما ده برضك ايه، فراغ يعني، ده حواليه مع ده فراغ، فبالتالي هيبقى هنا تهشير، فبالتالي يبقى الايه وتحت في القاعده تهشير، يبقى الحته ديت ايه مش موجوده. نرجع تاني نكمل. قطعت بيه بعد كده فين؟ ده احنا هنا الخط سي بعد ما كنت بقى ماشي كده، ده هيطلع بقى النقطه بي، واحنا قلنا يبقى المفروض ان هنا ده مستوى، بس ما بنعملش الخط اللي قصاده. قطعت في الدوائر اللي عندنا ده، هي ايه ده؟ طب ما هي الدايره الكبيره هي المستطيل الكبير اللي عندي ده، والدايره اللي جوه ما انت قطعت فيها بدل ما كانت هيدن، لا ده دلوقتي تبقى ايه؟ تبقى الدايره ده هي كده، المستطيل اللي قصادها يبقى فيزابل بالنسبه لي. طب ما انت قطعت في الدايره الصغيره اللي كان المستطيل بتاعها اللي تحت، يبقى بالتالي ده هو كمان فيزابل بالنسبه لي. ايه ده؟ طب ما هو ده لازم يكون جسم، لان دي الاسطوانه الخارجيه. طب واللي جوه دي لازم تكون فراغ، اوكي، لانها مش بارزه، لو بارزه كانت هتبقى ظاهره فوق، انما ده جواها ولا مداريه وراها، ده هما الاثنين لهم نفس السنتر، يبقى لازم يكون فراغ، واللي تحتها برضك فراغ، يعني اللي ايه الخط اللي عندي ده هو ما يبقاش موجود، اللي هو في قلب الاسطوانه اللي جوه الصغيره اللي يعني. وقلنا لازم يبقى حواليهم ماتيريال، يعني الخط ده هو مش موجود. ليه؟ لان فوق هنا ماتيريال وتحت هنا ماتيريال، ما ينفعش نفصلهم، واشطب برضك خط الابعاد في الحته دي. اوكي، واشطب خط الابعاد برضك في الحته دي، ماشي. وكذلك هنا ايه ده؟ طب ما هو لسه الحته اللي ورا ديت اللي هي بتاع الجزء اللي ورا ده، طب اشطب الخط ده ايه ده؟ هو ايه الجزء اللي ورا ده؟ ده الجزء اللي ورا ده هو عباره عن عصب، زي عصب كده، وفي ثقب على اساس ان مثلا الجسم ده هو كبير هيشيله بوينش، يحط فيه السلسله ولا حاجه او كرين، بحيث ان هو هيشيله بالايه؟ بالوينش ده. طب ما هو لو عصب واحنا قاطعين في المساحه الكبيره بتاعته، لان اتقطع في نص السمك هنا اهوت، يبقى بالتالي المساحه ديت مش ايه؟ مش هتتهشر وهتبقى ايه؟ زي ما هي. فبالتالي يبقى التهشير اللي عندنا، لو جينا نعمل بقى التهشير، تمام، هيبقى في المساحه دهيت، والمساحه دي، والمساحه اللي هنا، سوري بلاش اللون ده خالص، خلينا لون تاني عشان يبقى اوضح. المساحه ديت والمساحه اللي هنا، المساحه اللي هنا، لان كل اللي انا بعمل حواليهم دول يعتبر كانهم في فراغات. هذا شكل القطاع اللي عندنا، والمساحات الخضراء اللي بالاخضر ديت هي اللي بتمثل الايه؟ التهشير اللي هيبقى في الايه؟ في الجزء اللي ايه؟ اللي عندنا. اوكي شباب؟ يعني ده باختصار اللي هو المثال بتاعنا كامل، برضك عشان نشوفه نقدر نشوفه هنا، ادي الجسم بتاعنا اهوت بالتفصيل، شايفين الحته اللي هي عامله زي المخروط اللي انا بقول لكم، لو جبت مسمار يبقى كده مجرد ان انت تحطه حتى وانت مغمض، خلاص هو بيعمل سنترنج لنفسه وينزل في ايه؟ في الاسطوانه او الثقب الاسطواني اللي تحت. طب لو جيت اخد بقى القطاع بتاعنا اللي احنا بنقول عليه، ده القطاع بتاعنا اهو، يعني همشي كده واحده واحده، لما اجي هنا اهوت كده قطعت في نص الاثنين، ايه ده؟ يعني انا هعملها حتى على مرتين كانه على، لان طبعا القطاع بتاعي ادي المنطقه الاولانيه، وده الطوب اللي هي اللي تحت، وده الفراغ اللي فوق، مفيش مشكله، وده الجزء اللي احنا قلنا مخروط من فوق ونازل باسطوانه. اوكي تمام. ولو دخلت لجوه شويه كمان اهوت لنص الاسطوانه اللي ورا عشان اوضح الجزء المقطوع فيها، اهوت بنفس الشكل اللي احنا عملناه، بس قلنا الحته بتاع العصب دهيت مش هنعمل فيها ايه؟ مش هنعمل فيها التهشير. اوكي يا شباب؟ يعني ده باختصار الموضوع بتاعنا النهارده، يعني ابلكيشن على القطاعات، وان شاء الله نشوفكم باذن الله في تمارين قادمه او المحاضره القادمه ان شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا، نشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.